أطفالنا هم الضحكة اللي بتسعدنا وثمرة حياتنا ومستقبلنا. أهلا وسهلا بكم أصحابي وصحباتي. النهاردة إن شاء الله عندنا موضوع مهم جدا هنتكلم فيه عن التغذية والصحية السليمة. عايزين نعرف إيه هو الهرم الغذائي، إيه أفضل نظام للدايت السليم، وكمان إيه هي التغذية الصحية السليمة، إيه الميدو ثيرابي. معانا في البداية أحب أرحب بالجميلات اللي معايا، دكتورة نرمين محسن، أهلا وسهلا بك يا أهلا نرمين، بك يا والضيفة اللي مشرفانا ومنورانا النهارده الدكتورة أسماء جمال، أهلا بك يا أسماء، أهلا بحضرتك. خبيرة وأخصائية التغذية والصحة العلاجية. كتير مننا بيبقى عايز يعرف إمتى أعرف أنا عندي سمنة، إمتى أعرف أنا عندي نحافة، إيه هو أفضل نظام غذائي هستفيد بيه. في كتير مننا بيبقى عايز يخس ولكن أجهزة التخسيس والعمليات الجراحية مكلفة جدا. كل ده هنعرفه إن شاء الله في حلقتنا النهارده من الحلقة التانية من برنامج أصحابي وصحباتي. خلينا نقول ان المشاكل الصحيه مش مرتبطه وما بتاثرش بس على الكبار، على الصغيرين اكتر والاطفال، وبتكون معقده اكتر من الكبار وبتعمل هاجز بالنسبه للاهالي، بتبقى مشكله كبيره. ازاي اقدر احدد على الطفل ان هو عنده سوء تغذيه؟ اولا الموضوع بسيط جدا، لمجرد اني انا ام في مقاييس معينه انا بحدد اذا كان الطفل عنده سوء تغذيه ولا لا. مش لمجرد ان الطفل مثلا وزنه قليل شويه تبقى عنده سوء تغذيه، او لمجرد ان الطفل وزنه تخين شويه برضو يبقى عنده سوء تغذيه. ده كله ليه مقاييس. اول مقياس عندي لسوء التغذيه هو مثلا درجه تركيز الطفل في المدرسه، درجه نشاطه البدني، هل عنده قدره انه يتحرك مع زمايله ولا لا. والاهم من ده كله لو انا كأم عايزه اطمن على طفلي، الاهم عندي من اني انا اطمن اني انا ما ادخلهوش جوه الدوامه بتاعه سوء التغذيه، يعني نفسيا ما احسس الطفل ان هو عنده سوء تغذيه او ان هو اقل من زمايله، لان التاثير النفسي ممكن يعمل لي مشاكل انا في غنى عنها. انا كأم هلجأ لدكتور او على الاقل خالص هطمن بتحاليل، من خلال اي معمل تحاليل هدخل هعمل صوره دم كامله اللي هو السي بي سي يا دكتور. هعمل سي بي سي، من خلال السي بي سي اعرف اذا كان الطفل عنده انيميا ولا لا. ما هي الانيميا برضه ليها مشاكل كتير جدا، الانيميا ممكن توصلني لمرحله سمنه وممكن توصلني لمرحله نحافه، فقدان شهيه. فقدان شهيه، فقدان الشهيه بيخلي الطفل لو هتوصله لسمنه هتخليه مثلا يلجا ان هو ياخد اي حاجه زي انواع شيبسيهات، الحاجات اللي هي اللي فيها مواد حافظه لاطفالنا كلنا بياكلوها، الشيبسي، الايس كريم، الشوكليت، الحاجات اللي المفترض ان كل الاطفال بيجيبوها. الحاجات دي بالنسبه للطفل هي حاجه هاي كالوريز، يعني بتديه كالوريز عاليه جدا في جسمه ومن غير اي قيمه غذائيه. فسوء التغذيه يعني عندي مثلا عندي طفل عنده انيميا هيلجا ان هو ما عندوش اي شهيه للاكل، لان الانيميا لها علاقه بسد النفس. فالطفل هيبدا ياخد حاجات بسيطه جدا قليله هتديها كالوريز عاليه جدا، وفي نفس الوقت برضه ما فيش قيمه غذائيه بتدخل جسمه، فنبص نلاقي الطفل دخل في سمنه مفرطه، ودي طبعا بتبقى خطيره جدا في الاطفال. اما بالنسبه للشق الثاني اللي هو موضوع النحافه، اولا الطفل النحيف المفروض ان انا برجع للدكتور بتاعي بيقيس وزنه، ويا ريت يبقى على جهاز امبادي من خلال قياس وزن الطفل بعرف اذا كان وزن الطفل طبيعي نورمال ولا اب نورمال. امتى يا دكتور اقول على وزن الطفل من 4 ل 8 سنين او من 4 ل 12 سنه وزن طبيعي مناسب لسنه؟ كل سن ده بمعادلات الدكتور بيحسبها وبيشوف اذا كان وزن الطفل في النورمال رينج ولا بره النورمال رينج. لو في النورمال رينج خلاص، يعني في طفل مثلا بيبقى نحيف هيئه لكن عظمه كويس جدا، عضلاته معقوله، الفاتي ليفر، الفاتي، الدهون في جسمه كويسه جدا، مش محتاجه اني انا اتدخل اي تدخلات. بس خلينا نقول ان احنا ما نقدرش نسيطر على الطفل برضو، يعني برضو ما اقدرش اخليه امنعه عن الاكل مثلا. انا كأم اولا عامل نفسي، ثانيا مش هحكم على الطفل اذا كان عنده سوء تغذيه غير لما اعمل صوره دم كامله مثلا، هفكر اذا كان الطفل عنده تركيزه في المدرسه عامل ازاي، درجه نشاطه عامل ازاي، لان انا بصي الطفل بيتقمص اللي احنا بنديهوله. لو انا اديت الطفل انطباع ان هو مثلا عنده سوء تغذيه هو يتقمص ده، هيبقى ضعيف بالفعل. فانا اولا هتاكد ان الطفل ما عندوش ديدان، ولو عنده ديدان هعرف نوع الديدان بالظبط عشان يبقى فيه علاج معين ليها. هعمل سي بي سي للطفل بحيث ان انا صوره دم كامله هعرف اذا كان الطفل انيماتيك ولا ان انيماتيك، لو انيماتيك هعرف اتعامل مع دكتور، هعرف اعمل ايه مع الطفل. تمام. بس دي المقاييس المفروض الام تلجا لها، لكن مش كل طفل رفيع شويه هيبقى عنده نحافه، لا. مش كل طفل السمين برضو لا. المفروض ان انا لما اغلب قوي هلجا للدكتور، مش هقيم ده مع نفسي. امتى يا دكتور اعرف ان السمنه اللي عند طفلي او طفلتي خطره، وامتى الجا للعلاج؟ هو انا برضو عايزه اتكلم عن نقطه مهمه جدا،
بعض الامهات بتلاقي ان الطفل ضعيف شويه، فبتروح بقى تبدا تديله مكملات غذائيه وتديله فتحات للشهيه وهو اصلا مش محتاجها. الحاجات دي المفروض ان انا هاخدها بناء على تحاليل، حتى لو هاخدها من اي مكان لازم يبقى في تحليل يثبت ان الطفل عنده حاجه. لان انا مثلا سي طفل ما عندوش انيميا واديته مثلا حديد، او طفل ما عندهوش نقص كالسيوم واديته كالسيوم، انا كده بعمله مشاكل صحيه صعبه. ممكن توصل لحصوات او كدني ديسفانكشن، تعمل مشاكل في الكلى. فاحنا عايزين نبقى في غنى عن ده كله، ويبقى كل حاجه بالاشعه. طيب يا دكتور، يعني ايه خسان صحي وخساسان غير صحي؟ بصي، المفروض ان انا الجسم عندي مكون من كذا من كذا حاجه. عندي دهون، عضلات، ميه، عظم. الخساسان الصحي هو اني انا اخس دهون وعظمي يزيد وعضلاتي تزيد. عظمي يزيد ده بناء على ايه بقى؟ اولا تلات ارباع البيشنت اصلا الناس اللي بتبقى عندها مرض السمنه بيبقى عندها مشكله في العظم، لان السمنه نتيجه لنقص فيتامين دي. فيتامين دي المفروض ان هو السمنه بتقلل امتصاصه، فبتخلق لي مشكله ايه؟ يعني بيبقوا نتيجه لبعض. بما ان عندي سمنه هيبقى في نقص فيتامين دي، نقص فيتامين دي هيعمل لي مشكله كبيره جدا في العظم، لان علاقته بالكالسيوم ان فيتامين دي بيزود امتصاص الكالسيوم. تمام. بيخلي امتصاص الكالسيوم بيبقى قليل جدا. حتى لو انا في الاكل بتاعي باخد كالسيوم، باخد لبن، باخد اي حاجه فيها كالسيوم، جسمي ما بيمتصهاش كويس. فانا الاولى بقى لو انا عندي اي مشكله في العظم هحاول ان انا اظبطها مع الدكتور بتاعي. العضلات هحاول ان انا العب اي تمارين رياضيه بسيطه في البيت مش مكلفه بالنسبه لي، عشان طول ما انا بخس احمل شويه على العضلات عشان اديها حافز انها تبقى اقوى. تمام. بالنسبه للميه، في الغالب كل ما الميه بتزيد في جسمي كل ما الدهون بتقل، في علاقه بين الاثنين. اهم حاجه عندي خساسان صحي، هنزل دهون وهزود عظم وعضلات بس. وطبعا ده هيختلف معايا في حاجات كتير جدا، صحيا هختلف من جوه، عندي مشاكل في العظم هتتظبط، الرونق بتاع الشخص نفسه شكليا هيختلف 180 درجه. الى جانب كمان ان انا لو عندي مشاكل زي فاتي ليفر، عندي دهون على الكبد، بالنسبه للستات في تكيسات على المبايض بتعوق الحمل اصلا، ده كله هيتظبط لو انا بقيت حريصه شويه ان انا انزل دهون. دكتور اسماء، عايزه اعرف من حضرتك ايه هي احدث طرق لتفتيت الدهون، وهل هي بديل كافي للعمليات الجراحيه؟ وكمان عايزه اعرف من حضرتك ايه هي السمنه الموضوعيه او ما يعرف بالميزوثيرابي؟ بس اجابه السؤال ده ان شاء الله بعد التقرير اللي جاي، خليكم معانا. رجعنا لكم تاني اصحابي وصحباتي، ومعانا الدكتوره الجميله اللي منورنا دكتور اسماء جمال. دكتور اسماء جمال، عايزه اعرف ايه هي خطوره السمنه، وايه هي طرق تفتيت الدهون المتعارف عليها حديثا؟ بالنسبه لطرق تفتيت الدهون، اولا انا البيشنت لما بيدخل للدكتور المفروض ان الدكتور بيقيمه. تقييم الدكتور للبيشنت بيبقى ازاي؟ في بيشنت بيحتاج ان هو يمشي بنظام غذائي فقط لا غير، والنظام الغذائي له حرمان من الاكل ولا هو تاييد لل... في ناس بتفتكر ان الدايت او ما اكلش الاكل اللي نفسي فيه ده عقاب بالعكس، انا الايام اللي فاتت كان اكتر الحالات اللي كانت موجوده بتعاني من مرض السمنه اللي هو بيدخلها مثلا في دهون كبد، في ضغط، في سكر، في امراض صعبه جدا، كان بسبب سوء التغذيه. اللي هو مثلا تلاقي البيشنت ما بياكلش اصلا، فجسمه بيخزن دهون، فبيعملوا مشاكل كتيره جدا، لان الجسم لما احنا بنمنع عنه الاكل بيعمل حاجه اسمها ستارفيشن، مجاعه، بيخزن وكل تخزينه بيبقى دهون، ودهون ضاره. لمجرد انك انت بس تبداي تدي البيشنت اكل بتلاقي نتيجه حلوه جدا، هو بيبدا ياكل واكل هيلسي، يعني بدل ما كان بيقعد طول النهار وياكل وجبه واحده بياكل خمس ست وجبات، هو نفسه بيبقى صحته احسن كصحه داخليه، وفي نفس الوقت برده بتبقى نتيجه حلوه جدا ليه، وضعه الصحي بيبقى احسن بكتير جدا. بس في اطفال كتير ما بتبقاش عارفه الفيتامينز الموجود في البروتين او في الاكل او في الاكل اللي بتبقى الام عاملاه، فبالتالي مش بيبقى نفسه فيه. ايه الحاجات اللي اقدر من خلالها افتح نفس طفلي على الاكل، خصوصا الاطفال اللي بيعانوا من النحافه؟ احنا كثقافه شعب اول ما بنيجي ناكل بنبدا ناكل الرز، مكرونه، عيش طبيعي، وبعدين خالص بناكل شويه حته لحمه، ده لو كلناها. وكل الامهات بتعاني ان الطفل بياكل الحاجات الاوليه دي ويسيب اللحم، يسيب بروتين. احنا بقى كامهات المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ الطفل يبدا ياكل البروتين والخضار، وبعدها لو اتبقى مكان ناكل الحاجات التانيه اللي هي الرز والمكرونه والعيش، هي مش ممنوعه، بس الفكره كلها ان انا البروتين هيديني طاقه عاليه جدا، وهيساعد الجسم الطفل ان هو يبني جسمه، وفي نفس الوقت برضه هيحميني من حاجات كتيره جدا، واهمهم موضوع السمنه او النحافه. طب انا عايزه، لان حالات كتير جدا بتبقى عندها نحافه شديده جدا لكن نسبه الدهون في جسمها بتبقى عاليه جدا. تمام. مش شرط النحيف بيبقى، لا بالعكس، ممكن تبقى اصعب كمان واخطر من الناس اللي عندها سمنه وعندها دهون. تمام. انواع بقى ادويه التخسيس،
اللي هي بتحرق سعرات وما فيهاش اي ضرر على الجسم. بالنسبه لادويه التخسيس، هو المتعارف اليومين دول ان في ادويه، الادويه دي شويه حقيقة بتشتغل على المخ، او بمعنى صح على سد الشهيه. ازاي بقى؟ المفروض انها فيها ماده اسمها سيبوترامين. الماده دي محرمه اصلا، المفروض ان هي ما تدخلش مصر او تدخل اي دوله، لان الماده دي بتقفل ريسبتور في المخ مسؤول عن السعاده، وبتقفل معاه كمان ريسبتور مسؤول عن الجوع والشبع، بتخليني مش جعانه خالص، مش عايزه اكل. مع الوقت هي هتخسسني وهتخسسني خسسان شديد. الناس مش فاهمه كده، بس خسسان بقى الناس غير صحي تستسهل. اللي هو انا ما اعرفش انا خسيت ايه، ما انا ممكن اكون خسيت عظم وعضلات وحاجه تانية. بمجرد ما هوقف الدواء ده هرجع، بدل ما انا كنت 80 كيلو هبقى 90، بدل ما انا كنت 90 هبقى 100. هتبقى ليه مثلا اعراض سلبيه او حاجه؟ انا بقى كل هممني ان انا احرق سعرات حراريه. لا، انا لو ماشيه بنظام غذائي وادويه بسيطه جدا شغاله على الحرق وتكون ناتشورال، اتاكد ان ما فيهاش ماده سيبوترامين، لان الماده دي فعلا بتوصل بيشنت للانتحار لانها بتدمر نفسيته، اكتئاب. فانا لو همشي بنظام غذائي وادويه بسيطه جدا وشويه تمارين متاحه بالنسبه لي، لان احنا مش عايزين نرهق البيشنت، مش عايزه اقول لك لا كل يوم انزل دايت. احنا في مصر ما فيش حد بينزل جيم كل يوم. ما حدش بيلتزم يا دكتور، ما حدش بيلتزم. ما هو انا بيزهقوا. ما هو لو الدكتور بيقعد مع البيشنت والبيشنت هو اللي بيقول انا عايز ايه في الدايت بتاعي، ما هو انا وظيفتي كدكتوره اني انا انسق لك اللي انت بتحبيه في صوره نظام غذائي هيلسي. فهماني؟ لا هتمشي عليه لانك انت اللي عامله بنفسك. حتى لو في حاجه محتاجه تغيريها، لا هتتغير. طب ايه الوزن المعين اللي انا اقدر اقول ده محتاج تدخل جراحي؟ هو انا بالنسبه لي التدخل الجراحي مش سكسسفول للدرجه، يعني انا صعب قوي، يعني نادر جدا ما ادخل بيشنت في دوامه جراحه، لان كل حاجه بيبقى لها سايد افكت انا في غنى عنه. انا لو بدات مع البيشنت واحده واحده، اي عاده صحيه مش هنقطعها مره واحده، لا هتيجي بالتدريج. لو بيشنت مثلا بياخد 5 كوبايات شاي ب 3 4 5 معالق سكر في اليوم، اكيد مش هقوله ما تشربش شاي خالص، لا هبدا مثلا ان انا اقلل له عدد، بنقلل نسبه الكافيين تدريجيا او الكافي. بس انا لو البيشنت اديته اللي هو محتاجه، او معنى صح تقربت ليه نفسيا، او لان المرضى السمنه بيبقى في حته نفسيه حقيقي. لو دخلنا في الحته النفسيه مع شويه تحفيز مع شويه ادويه بسيطه جدا من غير ما يكون لها اي سايد افكت يعمل لي مشاكل بعد كده، يبقى كويس جدا، مش هحتاج ان انا اتدخل جراحه. وتدخل الجراحي كويس، بس يعني في كتير من الحالات يا دكتور اسماء بتبقى انا مثلا وزني زي 80 100 كيلو، عايزه اخس بسرعه، عايزه اخد اي دواء في حرق سعرات حراريه عاليه، وعايزه برضو افضل اكل نفس كميه الاكل اللي انا باكلها. عايزه اعرف ايه راي حضرتك في نظام الصيام المتقطع، وكمان عايزه اعرف ازاي انا احافظ على صحتي ورونقي. هو بالنسبه لموضوع الصيام المتقطع، هو طبعا نظام حلو جدا جدا، وبالناس بالذات للناس الدايابيتك، الناس اللي عندها سكر، الناس اللي عندها تكيسات مبايض. بس الفكرة كلها ان النظام ده انا مش همشي عليه مع نفسي، لازم يبقى تحت اشراف دكتور بس. كمان حاجة تانية، كل بيشنت ليه نظام غذائي، يعني مثلا لو عندك 100 حالة ما فيش حالة منهم بتاخد نظام غذائي زي التاني. يعني مثلا متطلبات الجسم اللي وزن مثلا 80 غير متطلبات الجسم اللي وزن 70. هفهمك الفكرة بتاعته. المفروض ان انا في ساعات صيام، ساعات الصيام دي باخد فيها مية بس او سوائل من غير سكر، يعني بحاول ان انا اجبر جسمي ان هو يحرق نفسه ذاتيا، يعني بديله الميه. الميه يمكن من اكتر الحاجات اللي هي بتكسر دهون اكتر من اي دواء. الميه بتكسر دهون، كل ما ازود شرب الميه كل ما الدهون عندي هتكسر اسرع واحسن. فانا لمجرد ان انا اخلي البيشنت يوقف اكل ويعمل شويه مجهود بسيط جدا مع شرب الميه، فلا انا كده جسمي بيحرق، وبيحرق دهون كمان مش بيحرق عظم او عضلات. يعني احنا نقدر نقول تانية من كلام حضرتك ان الميه عامل اساسي طبعاً كبير في التدخل في الدايت، او هي سبب في نجاح الدايت اللي بنعمله. طبعا. طب والميه من غير اي اضافات، الميه سخنه ساقعه بارده دافيه، هي واحد من غير اي اضافات. تمام. بالنسبه بقى لموضوع الصيام نفسه، المفروض ان هو هيحل لي مشاكل كتير جدا. انا مثلا مثلا وزني 100 كيلو، جيت اقيس على الميزان خلال اسبوع لقيت نفسي نزلت على الميزان مثلا نص كيلو، ودهون نزلت درجتين او ثلاثه، ده بالنسبه لي احسن بكتير جدا من اني انا انزل وزن على الجهاز، انزل وزن والدهون بتاعتي تبقى زياده تزيد او تفضل زي ما هي ثابته. فده المفروض ان الدكتور هيتدخل ويشوف ايه، لان كل جسم ليه كيمياء، انا جسمي غير جسمي غير جسم اي حد. فالدكتور المفروض بيبقى ادرى شويه بالكيمياء بتاعه الجسم البيشنت اللي قدامه، فبيقيم الموضوع، بيحاول ان هو يدي البيشنت حاجه تشغل الموضوع بس.
طب وبالنسبه للنحافه، في ناس يعني كتير بتاخد فيتامينز، بتمشي على علاج، بتبدا ان هي تعمل تركيبات محدده من الدواء اللي هي عايزه اكبر منطقه معينه في الجسم، عايزه اخسس منطقه معينه من الجسم، حضرتك تنصحي بايه؟ بالنسبه لموضوع النحافه، انا اولا هروح لدكتور، ما روحتش لدكتور هدخل هعمل صوره دم كامله. احنا زي ما قلنا في الاول، يعني معنى كلام حضرتك ان كل حاله لازم تعمل سي بي سي، لازم أيوة تعمل حاله زي التحليل الاول، مش حاله زي الثانيه، بس في ثوابت. انا مثلا عايزه اطمن على نفسي، هدخل اعمل صوره دم كامله، هشوف اذا كان عندي انيميا هعالجها، عندي ديدان، الديدان هتجيب لي انيميا اصلا، هعالج الديدان. انا اقصد ان احنا نحل المشكله من جذرها، مش اروح لدكتور واستسهل اقول له لا انا عايزه اتخن فاديني حاجه هتكون هاي كالوريز، مثلا اي منتج فيه كالوريز عاليه هاخده طول اليوم من غير ما اكل، من غير ما يدخل جسمي فيتامين ناتشورال، حاجات طبيعيه. انا ممكن اخد دعم مساعد لكن اكيد مش هو الاساس. فانا لو عندي مشكله احلها من جذورها، لان انا مثلا لو خدت اي حاجه فيها هاي كالوريز اول ما اوقفها جسمي هيرجع تاني لطبيعته. لكن انا لو عندي انيميا وعالجتها علاج صح ايا كانت المشكله اللي عندي هتتحل. نقطه تانيه، الناس اللي عندهم نحافه في الغالب بيبقى عندهم انيميا. الانيميا بقى بتعمل ايه؟ بتزود معدل تخزين الدهون. يعني انا ممكن ابقى رفيعه جدا بس عندي بطن وعندي جناب، عندي مناطق في جسمي تخينه جدا. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان في انيميا عاليه، الانيميا بتزود معدل تخزين الدهون، بتخليني كلي رفيعه وصحتي ضعيفه جدا، وفي نفس الوقت عندي كرش وعندي جناب وعندي مناطق في جسمي مش حباها. بستغرب بتبقى ناس وزنها مليان 100 كيلو او زاد عن 100 كيلو وعندها انيميا، انا ببقى مستغربه جدا الانيميا دي جت منين؟ ما هو لا الانيميا مش جت لي منين، هي الانيميا جت في الاول. اول ما الانيميا جت وزني هيزيد، وزني هيزيد، هيزيد قوي يا اما مش هيزيد. لو مش هيزيد هيبقى ايه الوضع؟ هيبقى عندي في مناطق في جسمي مش حباها زي البطن زي الجناب. الانيميا بتزود معدل تخزين الدهون بصوره مش طبيعيه. وحاجه تانية، انا مش ممكن ما اخدش علاج للانيميا لو هي طبعا ده الدكتور بيقرره بناء على صوره الدم الكامله. ممكن احاول اظبط اي سورس للحديد في اكلي ومعاه حاجه فيها فيتامين سي. الوجبه الفيتامين سي معينه لزياده الوزن بالنسبه للنحافه. بالنسبه للنحافه زي ما قلت لك مفيش حاله زي التانية، انا في عوامل بمشي عليها او يعني كل حاله واللي يبقى ليها علاج. انا الحاله اللي عندي بيجي عندك، بص هقول لك على حاجه، انا الحاله اللي عندي مثلا ممكن تكون عندها انيميا، بس بالاضافه للانيميا عندها نسبه الدهون عاليه جدا. هي طبعا ما بتكتشفش كده، كلنا فاكرين ان عندي دهون عاليه تبقى انا لازم ابقى تخينه، لا الدهون العاليه بتبقى في السمنه وفي النحافه، وفي النحافه بتبقى اخطر. اول ما بلاقي فيه دهون عاليه سواء كانت في ده او في ده ببدا اتدخل وادي حاجات تبقى شويه ناتشورال. زي ايه؟ زي القهوه الخضراء ايا كان السورس بتاعها. القهوه الخضراء فيها ماده اسمها كلوروجينيك اسيد، الماده دي انتي اوكسيدنت بتساعدني قوي، بتحرق نسبه الدهون اعلى. يعني حضرتك بتنصحي مشاهدين اصحابي وصحباتي كبار السن والاطفال المراهقين ان هم يتناولوا القهوه الخضراء ويزودوا من زياده نسبه الميه في الجسم، دي اكتر حاجات بتحرق الدهون معايا وبتحافظ على التناسق للجسم. طبعا. في حاجه انا عارفه ان حضرتك دايما بتهتمي بالحاجات الحديثه ودايما بتحبي تضيفي لعيادتك اللمسات الخاصه بيكي، ايه هو الميزوثيرابي؟ ده لسه حاجه حديثه في مصر انا عارفه، وايه الفرق بين الميزوثيرابي والكرايو؟ طيب هناخدها من الاول. أجهزة التخسيس كالتالي، أول جهاز جهاز الكافيتيشن، ده جهاز قديم والنتائج بتاعته شوية بتبقى ضعيفة جدا وبتيجي على المدى البعيد. يعني بيبقى حرقه أقل. لا هو بيشتغل تفتيت دهون، تفتيت موضعي على المنطقة اللي أنا عايزاها. تاني جهاز بقى هو الكرايو، الكرايو ده يعتبر أحدث حاجة في مجال تفتيت الدهون. بيشتغل إزاي؟ وهو أحسن حاجة طبعا. لأن أنت شايفة إن ده أحدث حاجة وبتجيب نتيجة أسرع بالنسبة للمشاهدين. حتى لو أنا اضطريت إن أنا أعمل ميزوثيرابي مع البيشنت لازم أعمله جلسات كرايو، ليه بقى؟ الميزوثيرابي عبارة عن مواد، المواد دي بتكسر دهون، تمام؟ أنا كسرت دهون وخسيت ووصلت الوزن اللي أنا عايزاه، إيه اللي يضمنني إن أنا مش هرجع تاني؟ أو على الأقل خالص أأمن نفسي في منطقة البطن، لأن منطقة البطن زيادتها بتبقى فيه زيادة على الأحشاء اللي هي زي الكبد والبنكرياس، تعمل لي دهون كبد، تعمل لي طبعًا 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 سكر. وبدخل في مقاومه انسولين بدري بدري، وعايزين نتكلم عن مقاومه الانسولين واكتشفها ازاي. ده السؤال الجاي لنرمين كده تسال حضرتك اكتشفها ازاي. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ المفروض اني انا موضوع الكرايو، الكرايو بيفتت الدهون وبيموت الخلايا الدهنيه، وده الاهم جدا من اني انا افتت الدهون وخلاص، تمام؟ فالمفروض ان انا هشتغل كرايو وميزوثيرابي مع بعض مش واحد وواحد. طيب مرضى السكر والانسولين، بصي مرضى السكر بيزود الحرق، احنا عندنا هقول لك على حاجه، هي عايزه تقول لحضرتك ان هل مرضى السكر والضغط
اللي عندهم مثلا نسبه دهون عاليه في الدم او حاجه، هل الانسولين ده هيبقى بالنسبه لهم هو اللي هينفع مع الناس العاديه اللي مش عندهم ولا سكر ولا ضغط؟ انا هقول لك على حاجه، اولا كبار السن السمنه وبالذات منطقه البطن، مش شرط ان انا رفيعه او عندي نحافه ابقى خلاص انا معافى من السكر، بالعكس ده بيبقى عندي قابليه اكتر من الناس التانية. اللي بيحصل ايه بقى؟ انا عندي زياده في منطقه البطن، الزياده دي بتبقى دهون ومتراكمه على الكبد والبنكرياس. زي مثلا عندي البنكرياس بيفرز انسولين كويس جدا جدا جدا، بس اللي بيحصل بقى كالاتي، اني انا الانسولين اللي بيتفرز في طبقه دهنيه عازله بتخلي الانسولين اللي بيتفرز ما بيوصلش للدم، فانا كده ما استفدتش بيه، فبيدخل المريض في مقاومه السكر. ازاي بقى اتفضلي اني انا اكتشف عندي مقاومه سكر؟ ازاي ادخل اعرف ازاي ان انا، وطبعا لو اكتشفت ان انا عندي مقاومه انسولين هعرف اعالجها كويس جدا، مش هدخل في الدوامه بتاعه السكر. عايزين نعرف دلوقتي في ستات كتير بتعاني من الولاده القيصري مكان البطن، دي بتتعالج ازاي؟ هتشتغل جلسات كرايو، ولو هي مستعجله قوي على النتائج هتشتغل معاها ميزو سيرابي، الاثنين مع بعض هيبقوا في وقت قياسي هيظبطوا الدنيا، وفي نفس الوقت كمان انا هضمن ان الدهون اللي في بطني دي مش هترجع تاني. يجيب نتيجه بعد قد ايه؟ على حسب كل حاله، في ناس من اول جلسه، في ناس من رابع جلسه، في ناس بتاخد وقت. هقول لك الكرايو بيشتغل ازاي. الكرايو المفروض ان انا بيفتت الدهون وبيموت الخلايا، الدهون اللي اتفتتت دي بتروح فين؟ المفروض ان جسمي بيعمل لها اكستراكت، بيطلعها بره الجسم عن طريق الليفر والكني، عن طريق الكبد والكلى، في صوره طبيعيه جدا. والله يا دكتوره نرميني انت نورتينا النهارده، ودكتوره اسماء الضيفه الجميله دكتوره الصحه العلاجيه، بس للاسف وقت البرنامج كنترول روم عمالين وقت الحلقه. استفدنا جدا جدا مع حضرتك النهارده، شرفتينا ونورتينا. ومن هنا انتهت حلقتنا. اصحابي وصحباتي يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه، ويا ريت نحافظ على صحتنا ونحافظ على رونقنا وجمالنا. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من برنامج اصحابي وصحباتي. دمتم بخير وفي رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.